استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نور سات الباحثة والإعلامي والمؤرخ الدكتور جورج طريف للحديث عن استقلال الأردني والإنجازات التي تحققت في الوطن على مدى أكثر من 100 عام، وعن دور الهاشميين في الدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أشار البرنامج إلى ما يتمتع به الأردن من وئام إسلامي مسيحي وعيش مشترك بين عموم أهله. كونوا معنا. أرى بأن هذا الاستقلال يعنيك وأنت تعني ما تقول عندما تتحدث عن الاستقلال. نعم. شو الاستقلال الأردني سيدي؟ نعم، الاستقلال أبونا هو ثمرة من ثمرات الثورة العربية الكبرى. نعم. التي أطلق رصاصتها الأولى من بطاح مكة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه. ثورة كانت على الظلم وعلى الاضطهاد الذي اتبعته جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي. نحن لسنا ضد الأتراك، نحن ضد هذه الجمعية وسياستها، هكذا كان يقول الشريف حسين، لأنها حاربت الإسلام ومنعت أركان الإسلام الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم. كل هذه الأشياء هذه الجمعية وضعتها أمام العرب والمسلمين وأرادت أن تطبقها. حاول نصح تقديم النصح لهذه الجمعية لكن لم ينجح. هي سيطرت على الدولة على الحكم التركي. وكانت تدعمها مجموعة من يهود الدنمة في تلك الفترة. هذه بس إضاءة على الثورة العربية الكبرى ومسبباتها. جميل. اتجاهات الثورة العربية الكبرى كان اتجاهين. الاتجاه الأول كان اتجاه ديني، اللي هو الوقوف في وجه ما تدعو إليه جمعية الاتحاد والترقي التي تسيء إلى الإسلام بما جاءت به. والتيار الثاني مهم جدا، اللي هو التيار القومي، اسمها الثورة العربية، إذن هي ثورة عروبية قومية. الشريف حسين ومن بعده أبناء الأربعة ومن ضمنهم سمو الأمير عبد الله عندما كان أميرا، كانوا يرددون مقولة بحب أحكيها من عبر قناتكم باستمرار. يقولوا دائما: ما العروبة إلا بالإسلام، وما الإسلام إلا بالعروبة، ارتباط وثيق بين الجهتين. طبعا لما بتحدث عن العروبة هو يتحدث عن المسيحيين بشكل خاص. ليس يعني الإسلام تشمل العرب وغير العرب. لكن لما بقول ارتباط العروبة وثيق بالإسلام، يعني المسيحيين ارتباطهم وثيق مع المسلمين في البلاد العربية. قامت الثورة إذن على الظلم وعلى الاضطهاد، وكان من نتيجة هذه الثورة أن وصل الأمير فيصل إلى دمشق وأسس أول مملكة عربية في دمشق. لكن تكالب الاستعمارين البريطاني والفرنسي حال دون استمرار هذه المملكة، استمرت 22 شهر، وطالبوا من الأمير فيصل الخروج من دمشق، وحل الاستعمار الفرنسي في سوريا والاستعمار أو الانتداب البريطاني على الأردن بموجب اتفاقية مسبقة، اللي هي اتفاقية سايكس بيكو اللي وقعت عام 1916.